أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات قسد تشن حملة مداهمات في قطاعات مخيم الهول شرق الحسكة وفق شبكة الخابور المحلية. مجهولون يستهدفون سيارة دفع رباعي تابعة لاستخبارات قسد في بلدة الجرذ الغربي شرقي دير الزور، مما أدى إلى إصابة عنصر من قسد ومقتل أحد المهاجمين وفق ما ذكرت شبكة نداء الفرات. تنظيم الدولة يتبنى في بيان قتل شخصين في بلدة السويدان جزيرة بريف دير الزور الشرقي بتهمة ممارسة السحر. وفاة طفل رضيع حرقاً في أحد مخيمات شمال إدلب قرب مدينة معرض مصرين، وذلك جراء سقوط المدفأة داخل الخيمة. حكومة الإنقاذ تعلن عن تسعيرة جديدة للخبز في شمال غرب سوريا، تصل خلالها سعر الربطة الواحدة من الخبز المدعوم بوزن 600 غرام إلى ليرتين ونصف. وفاة 8 لاجئين من فلسطيني سوريا غرقاً في بحر إيجاب القرب من جزيرة ميرميجاس اليونانية أثناء محاولتهم الوصول من تركيا إلى الدول الأوروبية.